أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. إن شاء الله نبدأ بقراءة وشرح والتعليق على كتاب حياة الصحابة رضي الله عنهم، ومختصرا يعني معنى كلمة صحابي. الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينه في حال إسلامه، حتى وإن كان صبيا مميزا، وإن كان صبي صغير بس يشترط أن يكون مميزا. والمميز في الشريعة هو الذي يفرق في العملة، يعني إذا وصل الصبي إلى مرحلة التفريق بين العملات فهذا مميز شرعا. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه ولو مرة واحدة أو مجلس واحد فهو صحابي شرعا، سواء روى عنه أو لم يروي عنه. واختلف في من رآه في حال الكفر ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، هل هو صحابي أم ليس صحابي؟ والراجح أنه ليس صحابي، ولكن قد يؤخذ ببعض مروياته، لأنه حينما أسلم يعني الإسلام يجب ما كان قبله، ويعني يكون معتبرا قولا وصدقا إلى آخر هذه الأمور، فتعتبر مروياته. ولكن الآن بصدد يعني تعريف الصحابي، وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط من عاصره ولكن من ثبت له اللقاء أو الرؤية بالنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا تتفاوت مراتب ومنازل الصحابة بحسب قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على صحبته الشريفة. طيب، الكتب اللي تكلمت عن الصحابة الكرام وعن شمائلهم وعن حياتهم استقصاء أو غير ذلك كثيرة. طبعا منها كتاب يعني الإصابة في تمييز الصحابة، أسد الغابة، طبعا سير أعلام النبلاء، كتب كثيرة جدا تكلمت عن الصحابة، منها كتب الجرح والتعديل وكتب التخريج أيضا تكلمت عن الصحابة رضي الله عنهم باختلاف المصادر واختلاف الأنواع لهذه الكتب. ولكن كتاب حياة الصحابة يختلف عن هذه الكتب لأنه لم يتناول الصحابة على سبيل السرد والاستيعاب، ولكن من اسم الكتاب يتبين حياة الصحابة. ألفه الداعية الشيخ العلامة محمد يوسف الكندهلاوي رحمة الله عليه. حياة الصحابة بيبين لنا منهج الصحابة الكرام، المنهج الذي تربوا به، الحياة التي عاشوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، حياتهم الدعوية، هجرتهم، نصرتهم، الهجرة، النصرة، البيعة، الجهاد. ثم بعد ذلك يتكلم في النهاية في آخر الأمر عن التأييدات والنصرات الغيبية والتي نسميها الكرامات والآيات التي أيدوا بها في قيامهم بمهام الدعوة وفي الفتوحات الإسلامية وفي شؤون حياتهم المختلفة، التأييدات الغيبية التي أيدوا بها. ده يعني خاتمة الكتاب. يبقى بدأ الكتاب يعني الآيات القرآنية الدالة على وجوب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفات النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة على القرآن الكريم، وصفات الصحابة الكرام في الكتب المتقدمة أيضا، وبعض أوصاف الصحابة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وبعض أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الدقيقة التي وصف بها صلى الله عليه وسلم من الوصافين الذين رأوه صلى الله عليه وسلم. فبهذا الترتيب يعني يصير كتاب حياة الصحابة منهجا للأمة، منهجا عمليا، وكأن الأمة لا تصل إلى ذروة المجد وإلى عزتها وإلى سابق ما كانت عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبعوا مثل هذا النهج، وأن ينتهجوا نهج هؤلاء الرجال الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم، أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
وكما قال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي عن اختلاف أصحابي من بعدي، فأوحى إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم من السماء، بعضها أو ضوء بعضها أقوى من بعض، فمن اقتدى بأحدهم على اختلافهم، يعني من اقتدى بواحد من الصحابة الكرام على ما هم عليه من الاختلاف فهو عندي على هدى. اتباع الصحابة الكرام رضي الله عنهم يعني إن شاء الله فيه توفيق وفيه نجاة، لأن الله سبحانه وتعالى يعني عصمهم أو يعني عدلهم جميعا، هم عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى له، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالموضوع يعني مفصول فيه من قبل المولى سبحانه وتعالى أن اتباع الصحابة الكرام وخصهم بصفة الهجرة والنصرة لأنها من الصفات الغالبة، وإن كانوا مجاهدين وإن كانوا عباد وإن كانوا زهاد إلا أنه وصفهم بهذه الصفة الهجرة والنصرة، كما غلب على وصفهم بالصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن موضوع الصحبة يعني يؤثر في حياة الإنسان بشكل كبير جدا، يعني لا نبالغ إن قلنا بنسبة يعني 98 أو 99%، الصحبة تؤثر في الإنسان كليا وجزئيا، يعني معنويا وحسيا، ظاهرا وباطنا، في الشكل والمضمون، تؤثر في حياة الإنسان وفي صفات الإنسان وفي أخلاق الإنسان، بل يمكن في شكل الإنسان. بعض الناس يعني لما يخالط آخرين بعد فترة من الزمن ترى شكله تغير بقى، يعني صار مثلهم في الشكل حتى. فالصحبة يعني من العوامل العجيبة، فوصفوا بالصحبة، ولأن الصحبة من أعلى وأشرف مراتب الدين، فما وصفوا بأنهم مثلا زهادا أو قواما أو يعني عبادا أو مجاهدين أو كذا أو كذا، وإنما وصفوا بأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما في هذا الوصف من التشريف العالي جدا، يعني شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعادله شرف، وهي التي بلغت بسيدنا أبي بكر رضي الله عنه، يعني أن سبق جميع الأمة أنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا لا مثيل له، وأنه كان يعني يحرص حرصا شديدا على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وفاز بها، ويكفيه هذا اليوم والليلة الذي كان معه صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ليلة الغار، والتي قال الله تعالى في شأنه: إذ يقول لصاحبه، وهو أبو بكر رضي الله عنه، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فهذه الصحبة وهذا الوصف الجليل الذي ناله أبو بكر الصديق تمناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: لا يوم وليلة من أبي بكر خير من آل عمر، لا يوم وليلة من أبي بكر خير من آل عمر، ليتني شعرة في صدر أبي بكر، أفتدي هذا اليوم وهذه الليلة من أبي بكر، يعني لو يأخذ أبي بكر كل أعمالي ويعطيني هذا اليوم وهذه الليلة لأعطيته إياه، يعني يوم وليلة من أبي بكر، أي يوم وأي ليلة؟ هذا اليوم الذي كان في الغار. طبعا أبو بكر الذي قدم كل ماله النبي صلى الله عليه وسلم، والذي حينما سئل أي شيء يحبه من الدنيا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أحب من الدنيا ثلاث: الجلوس بين يديك، والنظر إليك، وإنفاق مالي كله عليك. فكان أبو بكر رضي الله عنه يعني بلغ بهذا مبلغا لم يبلغه أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: يعني هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إنه صدقني حين كذبني الناس، وآمن بي حين كفر الناس، ووساني بنفسه وماله، وكل إنسان ما دعوت إنسانا إلا كانت له كبوة أو تردد ونظر إلا أبي بكر، ما أن دعوته إلا أسلم، يعني ما تردد وما تلعثم، وإنما أسلم مباشرة بمجرد أن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة الكرام كلهم عدول وكلهم أجلاء، ولا ينبغي لأحد أن يخوض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان الأمر، لأنهم يعني في أعلى المراتب، والاقتداء بهم يعني واجب، واختلافهم فيما بينهم لا نتدخل فيه،
لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم أجمعين. ولا يظن أحد مهما بلغ من المنزلة أنه مثل الصحابة أو ضحى أو بذل أو اجتهد مثل ما اجتهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يحب النبي مثل ما أحبه الصحابة الكرام. لا أحد على وجه الأرض يصل إلى مرتبتهم من التابعين فما بعدهم إلى يوم القيامة. وأروي قصة أختم بها، أن أحدا كان يعني يحب النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد وضحى لدين الله تعالى وبذل من النفس والمال يعني ما هو يفوق الخيال، فظن أنه يعني قدم مثل ما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى في الرؤيا بعدما نام، رأى رؤيا أنه يركب عربة مثل الحنطور وبجواره النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانقلبت بهم هذه العجلة ووقعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم تدور العجلة بسرعة شديدة وتقترب من رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل يفكر ماذا يصنع حتى يوقف هذه العجلة حتى ينقذ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابي لم يفكر، مد يده مباشرة في هذه العجلة وأوقفها. هكذا كان الصحابة في تضحياتهم وبذلهم، والكلام كثير وإن شاء الله سوف نتعرض لطرف منه. نختم بشيء، المؤلف اسمه الشيخ محمد يوسف، ألف هذا الكتاب واقفا في وقت السحر، لم يكتبه جالسا. وحينما سألته زوجه لماذا لا تجلس، قال: إذا أنا أكتب هذا الكتاب جالسا فمن يقرأه؟ يقرأه نائما. فبهذا يعني جاهد المؤلف في أن يكون هذا الكتاب يعني بالمجاهدة، وخرج الحمد لله هذا الكتاب وفيه من الربانية والتربية ما فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وبما ألفه وبعلومه وببركته في الدارين، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.